بداية كيف تقرأ كل هذا التوتر الذي صاحب القضاة، صاحب قضية سيف الإسلام القذافي والنظر في الطعن المقدم، كيف نقرأ هذه التفاصيل؟ والله واضح أن هناك هزة حصلت للقضاء الليبي خلال السنوات الأخيرة، تسريبات حول رشا ونوع من الضغوط التي مرست. أنا لا أشكك في نزاهة القضاء يعني كمؤسسة، أنه له باع طويل يعني في عديد القضايا المحلية والدولية، لكن هنا أتحدث عن بعض الشخوص الذين طالتهم شبهات. هذا انعكس بشكل كبير على سير العملية الانتخابية، وأنت تعرفين جيدا بأن القضاء هو مكون أساسي في العملية الانتخابية حسب مطلب الأمم المتحدة ومخرجات جنيف والحديث الذي منفك يردده السفير الأمريكي والمبعوث ريتشارد زالد، وأيضا يعني المفوضيه. يعني هذا القضاء هو اخر الادماج، يعني اذا كان يعجز عن البث في طعون في المرحله الاولى فكيف الحال عندما نذهب الى الانتخابات وتخرج النتائج؟ وانت تعرفين ان هناك فرقاء وهناك فصائل متفرقة. يعني هذا هو السؤال، كيف هو الحال سيكون سيد عبد الحكيم معتوق ايضا بعد الفصل في هذه القضيه في الطعن؟ كيف سيكون المشهد الامني؟ ما السيناريوهات؟ الحل هو بالعودة إلى قانون الانتخاب والمناكسات والمكايدات التي حصلت حول المادة 12، وأيضا الملاحظات التي أبدت حول بعض المترشحين بجهة حصولهم على جنسيات أخرى أو أنهم لديهم قضايا تتعلق بفساد أو ظاهرات. فهذا القانون حقيقة فتح المروحة واسعة لكل تلوين الطيف السياسي أن يمثلها عناصرها. فبالتالي مسألة الاستبعاد التي تمت كانت استنسبية إلى حد كبير وأخذت شكلا سياسيا ولم تأخذ شكلا قانونيا. اليوم إذا أرادوا أن تذهب العملية بشكل سلس يعني عليهم أن يعيدوا كل هؤلاء المترشحين ثم يتركوا الفرصة للشعب الليبي أن يقول كلماته من خلال الصندوق، ونذهب مرة أخرى إلى القضاء، لأن القضاء سوف لن يجد هدأ كبيرا لجهة أن يستبعد شخص تحت تأثير طرف معين أو يبقي على شخص تحت مغريات ما. يعني هذا هو الحل. شكرا جزيلا لك سيد عبد الحكيم معتوق، الباحث السياسي الليبي، كنت معنا من القاهرة.